بإطلاق حملة توقيع من 140 نائب وقدمناه إلى السيد رئيس مجلس النواب، وسيتم درس القضية التركمانية بالعراق في جلسة استثنائية في مجلس النواب. هذه خطوة ممكن أن نقول بأن الآذان بدأت تستمع والعيون تشهد بأن هنالك مكون تركماني مغبون ومظلوم بالعراق. أي حل يطرح أو أي لقاء يكون بين السيد المالكي والسيد البارزاني ينبغي أن يكون بمشاركة الأطراف ذات العلاقة بهذه القضية، لأن القضية أساسا تهمنا نحن، وأنا باعتقادي أي حل بين طرفين ستكون نتيجتها فاشلة، مثلما كان هنالك الكثير من المعوقات التي حصلت في اجتماعات اللجنة التحضيرية والتي كانت تصر الكتل السياسية على تنفيذ بنود اتفاقية أربيل. ينبغي أن نكون في وضع نناقش هذه القضايا عبر طاولة الحوار مع الأطراف ذات العلاقة.